طموح الإنسان ما له حدود، وعشان نوصل لجواب على أسئلة تشغل بالنا ممكن نروح لأماكن مليانة بالخطر من دون ما نهتم إن ممكن نضحي بحياتنا حتى نرضي فضولنا للمعرفة. في قرية روسية كان يعيش العالم قسطنطين سكولوفسكي اللي خسر حاسة السمع يوم كان صغير بسبب الحمى وما قدر يكمل دراسته، وبدأ يتعلم لوحده. كان يجلس في المكتبات لساعات، وتقريبا كل يوم كان يخترع شيء جديد. وخلال فترة قصيرة اخترع منطاد والآلة الكاتبة، ونجح بتسجيل براءات اختراع. لكن الناس ما كانوا يعملوا الحساب، وبعضهم اعتبروه مجنون لأنه كان غريب الأطوار ويصرف فلوسه في الكتب والمواد الكيماوية. وكان يلعب بالطائرات الورقية ويا الأطفال، ويتزلج هو حامل مظلة كان يستخدمها لتوجيه الرياح وزيادة سرعته. الناس كانوا يتناقلون أحاديث مسيئة عنه، ولكن لأنه كان أصم ما يعرف إلا يصير من حوله، وكان يتجول في الشوارع في جوه المنفصل عن العالم الخارجي. كان يجلس على الأرض ويفكر في أشياء لأوقات طويلة كأنه عايش في عالم آخر، هم أن يعمل التجارب ويطور أفكار مثل القمر الاصطناعي، المحرك النووي. وقبل أكثر من نصف قرن من أول تحليق لمركبة فضائية في تاريخ البشرية، كان العالم الروسي قسطنطين سكولوفسكي يحلم بهذا الشيء. جد واجتهد لتحقيق حلمه، وأبدع نظريات الصواريخ النفاذة اللي كان يؤمن بأنها بتحمل الإنسان للفضاء. مثل ما نعرف اليوم، هذا الحلم صار حقيقة. بالرغم من كل النجاحات، هناك الكثير يسأل ليش وكالات الفضاء تدفع الأموال حتى تستكشف الفضاء، بما أن اليوم نحن نواجه كثير من التحديات على الأرض؟ الجواب هو بيئة الفضاء هي أقسى بيئة في الكون، فإذا قدرنا نحل التحديات في الفضاء بنقدر نحل مشاكل على الأرض بكل سهولة. اليوم قدرنا نفهم مميزات كوكبنا ونفهم أكثر عن أنفسنا بعد دراسة كواكب ثانية عن طريق إرسال مسابير تستكشف حجم ونوع العوالم في الكون وبناء التلسكوبات اللي ترصد أعماق الفضاء. وحالياً البحوث اللي تمولها وكالات الفضاء ومراكز الأبحاث تقوم بمسح السماء للبحث عن كويكبات الخطرة اللي ممكن تهدد الحياة على كوكبنا بأكمله، وكيف نقدر نتجنب هذا الخطر. وبنتكلم عن تغيير مسار الكويكبات في حلقة قادمة من برنامجنا. مهمات أبولو ألهمت جيل كامل لمواصلة دراستهم في العلوم والرياضيات بس عشان يكونون جزء بسيط من استكشاف الفضاء. ومثل ما نعرف اليوم، اقتصاد العالم ومجتمعاتنا تعتمد بشكل كبير على العلوم والتكنولوجيا ومعرفة الإنسان اللي كان أغلبها نتيجة مباشرة للسعي البشرية في الفضاء. مثلاً يجمع استكشاف الفضاء علماء من كافة التخصصات ويخليهم يتعاونون لحل مشاكل صعبة، والنتيجة مش فقط استكشافات علمية رائعة بل ابتكارات واختراعات غيرت الحياة من حولنا بشكل كبير، بدءاً من غذاء أصح للأطفال وصولاً لتقنيات أفضل لتشخيص السرطان. ونقدر نقول اليوم تقنيات الفضاء موجودة في كل مكان. تعرفون أن أذكى مدينة بناها الإنسان ما هي على الأرض بل موجودة في الفضاء، وهي محطة الفضاء الدولية أو الانترناشنال سبيس ستيشن اللي تضم أحدث التقنيات لتكرير المياه وإنبات الخضار وغيرها. ونحن على الأرض دائما نستفيد من التجارب اللي يتم إجراءها داخل محطة الفضاء الدولية. وعلى فكرة نحن استفدنا الكثير من بحوث الفضاء في أشياء نستخدمها اليوم في حياتنا اليومية، ويمكن ما نعرف أنها كانت في يوم من الأيام تستخدم من قبل رواد الفضاء. مثلاً فلاتر المياه الموجودة في كل بيت
هي من ابتكار برامج استكشاف الفضاء. يعني نحن اليوم نقدر نحول المياه الملوثة لمياه نقية بفضل إنجاز تم استخدامها في البداية لأغراض الفضاء. وبالرغم من انتشار هذه الأجهزة على الأرض حالياً وتصنيعها من قبل شركات مختلفة، إلا أن ناسا هي أول من طورتها لمهمات أبولو، وبفضلها قدرت تطهر المياه اللي يستخدمونها رواد الفضاء من البكتيريا والميكروبات. النظارات القديمة كان ممكن أنها تنخدش يوم يكون في رياح بسبب حبات الرمل، لكن بفضل جهودنا واستثماراتنا في الفضاء قدرنا نحصل على نظارات وغيرها من المنتجات اللي تقاوم الخدش. قام بعض العلماء بتطوير العدسات عن طريق صنعها أو تغطيتها بمواد بلاستيكية شفافة تحميها من الخدش. والحاجة لهذا الشيء بدأت لأنه كان من الصعب تزويد المحطات الفضائية بمعدات ومنتجات حديثة بشكل روتيني. ولهذا السبب صار في ضرورة أن تكون كل المعدات المستخدمة ما تتلف بسهولة وبما فيها النظارات. مهمة أبولو 11 اللي طلعت على القمر وخلالها مشى رائد الفضاء نيل أمسترونغ على سطحه، خلال هذه المهمة كانت ناسا بحاجة لجهاز يصمت أثناء الحفرة على سطح القمر لاستخراج صخور كعينات للدراسة. هذا الجهاز اليوم نحن نستخدمه لأغراض عديدة على الأرض. بسبب مواجهة هذا التحدي طلعت فكرة الوايرلس أو اللاسلكي، وصرنا اليوم نشوف تليفونات لاسلكية ولابتوبات وغيرها. يوم تطلع المركبات الفضائية في مهمات يحاول العلماء تقليل وزن المركبة حتى ما تستهلك كمية أكبر من الوقود، ومن بين هذه المحاولات هو تخفيف وزن المواد الغذائية الضرورية لرواد الفضاء. إنزين، شو صار لتحقيق هذا الشيء؟ العلماء استخدموا أكثر من طريقة، مثل تجفيف وتبخير الطعام أو الضغط وتجميده، وهذه الأغذية ممكن حفاظها لفترات طويلة. وعلى فكرة تطبق هذه الطريقة لمعالجة الأطعمة للعاملين في المناطق النائية مثل الصحاري. ولأن صحة رواد الفضاء النفسي والجسدي شيء أساسي، في جهود كبيرة في مجال الطب والأدوية لتأمين سلامتهم، وتم تطوير أجهزة طبية تساعد على مراقبة صحتهم. مثلاً تم صنع أجهزة لاسلكية تلامس أجساد الرواد وتقدر تنقل لشاشة تلفزيونية على سطح الأرض مراقبة التنفس ودرجات الحرارة وحالات التوتر اللي ممكن تصيب رواد الفضاء. هذه الأجهزة حالياً موجودة في المستشفيات والعيادات، وصار بإمكان مراقبة الحالة الصحية للمريض الموجود في قسم العناية المركزة. وبالإضافة للأجهزة الطبية تم تطوير الكثير من الأدوية لعلاج رواد الفضاء، وحاليا يتم استخدامها على الأرض، مثل أدوية هشاشة العظام اللي تم اختبارها أولا على رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية لتعالج مشكلة فقدان الرواد بعض من كتلة العظام اللي يعانون منها بسبب انعدام الجاذبية في الفضاء. ما في شيء يضيع مع العلم، اللي نعرف اليوم بيفيدنا في المستقبل، وهذا شيء جاي من فكرة أساسية اللي هي أن نحن جزء من هذا الكون، ومعرفتنا به يعني معرفة أنفسنا.